صباح الخير مشاهدينا. اليوم فيسبوك عم بيجتاح كل الأجهزة الكمبيوتر والعالم تبعنا صار بيعتمد كثير على الفيسبوك، إن كان من جهة التسويق ولا إن كان من الحياة الطبيعية لكل شخص بيومه وكيف يتواصل فيه مع غيره. نقدر اليوم نشوف فيديو كولينج على الماسنجر، فيسبوك ماسنجر، يلي كان عم بيعمل تحسينات كل شهر بعد شهر بأول السنة لتقريبا من حوالي الشهر الماضي كان بلغ نسبة المشاهدين يلي عم بيستخدموا الفيسبوك ماسنجر فيديو بأمريكا حوالي 2 مليون شخص بس بظرف 5 أيام من إطلاق هيدي الميزة الجديدة من فيسبوك ماسنجر. ومن فيسبوك لننتقل لاختراع جديد ومهضوم كتير لتحسين كمان الدليفري سيستم، حنحكي شوي عن فكرة مهضومة كتير من البيتزا دليفري، مش دعاية لهذه الشركة ولكن أنا بدي ركز شوي على الاختراع للعلبة اللي عم بيستعملوها. وكمان اليوم حنحكي عن الميني درونز من بارت معروفة، كانت ابتدأت مين أول اختراع لها للسماعات ولا الإيرفونز الذكية يلي بيشتغلوا لاسلكياً. هالمرة عم بيحكوا أكتر، عم بيفوتوا بعالم الدرونز ولا الطائر من دون طيار على شكل استطلاعي ولا على 12 نوع جديد. اليوم حنركز على نوع واحد، ما عنا وقت كثير نحكي عن 12 نوع، هنحكي شوي عن هيدروفوليك. اكيد ما رح نلحق نحكي عن 12 نوع جد. شو اخبارك؟ تمام جود. هنحكي شوي اليوم عن بارت اير درونز او ميني درونز اللي بيطيروا فوق المي وبيجوا بحطوا مجسمات على المي. عم بيعملوا كثير استخدامات لهدول الطائرات الصغيره من دون طيار، منهم كان الميني درونز ابوف ووتر، ومنهم كمان في عندك الاستطلاعية اللي عم يستعملوها للتصوير عم يستخدموها الشرطة، وكمان في منهم بيقدروا يشوفوا بالليل ولا عندهم النايت فيجن. خلينا ننتقل شوي لفيديو للهيدروفوليك أو هيدروفويل ميني درونز لنشوف كيف بيقدروا يتحكموا وبيقدروا يوضعوا وينقلوا مجسمات على المي. بنحكي عن تفاصيل هذه الطيارة خلال الفيديو أو بس لنخلص. خلينا نشوف. كأنها طيارة حربية جد شكلها. Exactly. يعني بتشبه الديزاينز تبع طيارات الحرب. أوف واو. بس ما بتدق بالمي. بلا هي هلا على المي. غطى. غطى. Exactly. هذا مجسم بيس تبعه بيقدر يخليها على المي. ومثل كأنه جت سكي، حكينا مرة عن جت بيقدر يطلع فوق المي شوي، بيطلع تقريبا سنتيمترات قليلة، بيضلوا حاليا على المي تقريبا 10 دقايق على سرعة 11 متر بالساعة. جاد لشو ممكن تستخدم هون؟ هون بتستخدم هيدي الطائرة لتقدر تنقل المجسمات المائية من على الماء، يعني اذا بيقدروا يستخدموا هيدي الطائره على الماء، وبنفس الوقت بتقدر تصور على الماء كمان. هيدي عم بفرجوا بس التقنيه الجديده اللي هن عم بيتوصلوا لها، مش بس على الهواء ولكن حتى على الماء. مهضومه سريعه، مهضومه، وحتى عم نشوف انه تقدر تحركها سهل. مزبوط. 100%. يعني البرمات اللي ممكن تعملها ممكن تخليها تكون بمحلات ضيقة شوي. صح. ما في مشكل. بتصور تحت المي؟ وبتصور لا فوق المي. فكرة كثير حلوة بعدني عم بحكي عنها، هلا بدي احكيك عنها، انه ليتوصلوا لحتى السبمارينز، يعني عم نشوف درونز اير درونز وليه ما بنشوف كمان سبمارين درونز، يعني عم نشوف هيدي العادة يلي عم نطلع فيها الطائر بدون طيار او الجهاز بدون تحكم. الاكواتيك اند الفلايت مود تبعها بيعتمد على هدول المراوح يلي بتدفعها والشفرات يلي من تحت الارض، هي كمان بتساعدها على البرم. بس هيك هيدا ايتم سيريوس بتحسه جدي. ايه ايه ايه. يعني استخداماته محدد، معمول بطريقه كثير دقيقه.
صح منه هيك شيء ممكن اي حدا يستعمله منا لعبه بيقدر يستعملوها الكل ولكن في منهم عم بيصيروا كثير يعني بايدين الاولاد وهي كثير اصلا يعني تقدر تسيطر على الدرون صعبه في ابلكيشن معين لها وفي لها امرار هندسه معينه ولكن الحلو فيها انه مثل كانك عم تلعبي على جيم تيلي جيدي وإلها عندها الكنترولر معينه هي على اللمس بما انه على التليفون الذكي تبعنا ما عندها الريموت كنترول لحالها انه كله متصل على ابلكيشن معينه ما في امانات لوحدها صح من غير هيدي كمان كنت عم قلك عن الفيديو الفيديو ريكوردينج اللي عم بيصير بالليل عم بيصير نايت فيجن وكنت عم تقولي انه استخدامها كمان جدي بيستخدموه حتى للشرطه يعني كثير عم بيتبعوها شرطه معينه بقلب بلد معين مثلا دبي لتعقب حدا اكزاكتلي بتعمل مثل مراقبه جهاز مراقبه من خلال هدول التصويرات وبنعرف كلنا الطائره بدون طيار يلي حجمها بيكون كبير عاده وبيبعتوها عاده بلدان سياسيا ليقدروا يستطلعوا هالمره هدول ميني درونز لاستخدام اكثر كوميرشال ويقدروا يتحكموا فيها اكثر ولكن استخدام كمان للتجسس اكيد التصوير تبعها كثير عم بيكون دقيق وأريال عنا ايتم تاني اليوم حنحكي عن مين ما بيعرف بيتزا هات الشركه المعروفه الكبيره مش عم نعمل دعايه للشركه هي معروفه تاريخيا ولكن حنحكي اكثر على الفكره الحلوه كثير اللي لاحظتها اليوم على الانترنت عم بيعملوا مثل دليفري بوكس للبيتزا ولكن ارتباطنا بالبيتزا والدي في ديز بالبيت ارتباط كبير لليله عنا دي في دي نايت او موفي نايت على الام تي في كل نهار سبت في فيلم بنحضره جريت فهلا بعدنا ايه شو حنعرف شو هو الموفي ولا لا راتشس كل قلنا له اوكي جريت يعني اكشن دراما Perfect. روبرت دينيرو الباتشينو ف 100% مساقبه على القد شو فكرتها اليوم الفكره تبعت هيدا البوكس هي فكره كثير ذكيه ومهضومه جدا من بعد دراسه عرفوا انه كثير ارتباط البيتزا بالدي في ديز وكثير ان مثل ما ذكرتي الموفي نايتس كبيره بامريكا فكرت بيتزا هات لتقدر تعمل مثل بروجيكتور بقلب هيدي علبه الكرتون وتقدر تعمل مثل ريفلكس من الجهاز تبعنا اللي بنحط الجهاز الذكي تبعنا بقلب العلبه من بعد ما نشيل البيتزا منها وبنحط يوتيوب ولا اي نوع من السوفت وير معين بيلعب هيدا الموفي وبيعكس مثل صوره على هيدا الماجنيفاير وهذا الماجنيفاير ببثها على الحيط مثل كأنه بروجيكتر لايت خلينا نشوف الفيديو كثير حلوة وكثير سهلة الفكرة وكثير براتيك عملية 100% هي هاندي بتتركب بالإيد هيدا لا هيدا أبل فاين حنحكي عن أبل طيب نحكي عن أبل لكن حضرنا الفيديو الثاني جريت أوكي هوني أبل أعلنت كانت من نقلة كثير هيدا بس خلينا نحكي عنها فرق أوكي أبل من 5 أيام أعلنت عن التحسنات يعني كل التحسنات اللي عملوها بـ iOS 9 Watch OS 9 وحتى الـ كابيتان بسموها OS هيدولي على عدة أجهزة خلينا نشوف هيدا المؤتمر العالمي للمهندسين اللي عملوه بسان فرانسيسكو بجون 8 هوني عم يفوتوا يمكن بالتفاصيل أكتر صح هون عم بيحكوا اكزاكتلي عن الميوزك ابل ميوزك ستريمينج صار في عندك انت ستيشن بتقدر تعمل لايف ستريمينج للاغاني مثل كانه محطه وعم تقدر تعمل تلعب اي اغنيه بدنا اياها هون بدي ركز على هيدي المالتي تاسكينج لانه هيدي سامسونج كانت دائما هي الديما والمستخدمين دائما عم بيروحوا عن وانا واحد منهم بيروحوا على هيدي الميزه اللي موجوده بالسيستم اوبريتنج سيستم او جهاز التحكم اللي فيه هالمره ايفون عم بيقدموه على الاي او اس 9 تابلت يعني فينا نقدر نحن نفتح كذا ابلكيشن او كذا ويندو مثل ويندوز يعني صاروا بنقدر اكزاكتلي كل يلي عندهم مالتي تاسكينج كابابيلتيز او بيقدروا يتحكموا بيشتغلوا نختار الويندو اللي بدنا اياه اكزاكتلي وبتقدر تعمل سكرين ان سكرين حتى
هون عم نشوف الاو اس الكابيتان. والحلو بهيدا الاوبريتنج سيستم على التاب على الكمبيوتر تبعنا وعلى اكزاكتلي في ماوس. وضحت عم نشوف الايكونز اللي ممكن نكون عم نفتحهم. صح لاحظت جاد قد ايه براتيك وعم نشوفهم قدامنا مش عم نظهر ونرجع نفوت مثل ما نحن معودين نعمل بالابس. الحلو بهيدي يعني هيدي الميزه الجديده اللي قدموها بالكابيتان سمية هي يقدروا يستخدموا اكثر ما فيهم الحركات اللي نحن اكثر شيء بنعملها وبيقدر يتعلم علينا الجهاز وبيقدر امرار يعطينا ريكومنديشن وحسن حتى بالسيري صارت قريبه كمان من جوجل يلي بيقدر يعطينا معلومات عن اي شيء عم نقدر نحن نشوفه على الجوجل ولا عم نتسمعه حتى على الانترنت. برو اكتف دائما عم بيكونوا يعني تحسن ودائما عم بيضاربوا على بعض يعني وصارت ابل اجريسيفلي. هلا بنحكي شوي عن تطبيق جديد كمان قدموه اليوم يلي هو بنقدر نقلب لاندرويد يقدر يستخدموا الاندرويد بمجرد ابلكيشن وحده كل اللي بتعودوا على الاندرويد فيهم يعملوها على الاي او اس كمان. يعني بفتكر ما رح لحق نشوف فيديو بيتزا هات ولكن خبيلنا اياه لغير يوم جاد. وانجوي ذا دي في دي نايت كمان. وانت كمان بس انت اكيد ظاهر على الاكيد. انا حابب بالبيت عندي موفي نايت كمان وبركي بحكيكم عنه كمان نيكست تايم. يلا ليش لا نكست تايم بنسقبها نهار السبت لحتى اللي تتوافق مع الموفي نايت على شاشه الام تي في. جد ثانك يو للمعلومات اللي اعطيتنا اياها اليوم. شكرا لك وهاف جريت ويك اند. وانت كمان ثانك يو. رح ناخذ بريك قصير ومن بعدها بنكون مع كيدز اند فن.